ومن اخبار كاس الامم الافريقيه لكره القدم لكاس الامم عفوا كاس الامم الافريقيه لكره اليد لكاس الامم الافريقيه لكره القدم. يعني ضربه موجعه لمنافس تونس، اصابه 5 لاعبين اساسيين بالملاريا، ودي طبعا يعني منتخب مالي، طبعا تلقى منتخب مالي ضربه موجعه قبل مواجهه تونس يوم السبت 20 يناير ضمن الجوله الثانيه من دور المجموعات كاس امم افريقيا في كوت ديفوار. يعني وسائل الاعلام في تونس اكدت اصابه 5 لاعبين منهم حارس مرمى منتخب مالي بالملاريا، يعني صعبه جدا دي. وكان منتخب مالي طبعا قد تغلب على جنوب افريقيا بنتيجه 2-0 في الجوله الاولى في دور المجموعات في البطوله، بعد ان قدم اداء حقيقي قوي جدا على المستويين الفني والتكتيكي والبدني كمان، مباراه بدنيه يعني اللي بيتفرج عليها ممكن يتعب وهو بيتفرج. بينما تعرض منتخب تونس لهزيمه تاريخيه امام ناميبيا بنتيجه 1-0. يعني هتكون مواجهه مالي مقبله المصيريه لنسور قرطاج، نتمنى لهم كل التوفيق. طبعا يحتل منتخب مالي صداره المجموعه بفارق الاهداف عن ناميبيا، صداره ترتيب المجموعه الخامسه طبعا بعد الفوز على جنوب افريقيا وتونس في الجوله الاولى من الكان. كل التوفيق لمنتخب تونس. خلي بالكم موضوع الملاريا ده، يعني الحمد لله في مصر هنا مهتمين بيه، واي حد حتى اللي راح يشجع بيطعم من الملاريا، بس موضوع مهم جدا. وممكن الخمسه دول لا قدر الله لا قدر الله لو تم اهمالهم طبيا، يعني الملاريا دي بتؤدي للوفاه احيانا يعني. فكل التوفيق للاعيبه منتخب تونس، ونتمنى ان يقوموا بالسلامه لعيبه منتخب مالي طبعا.